في فقرة سلامتك النهاردة هنتكلم عن الطب البديل وتحديدا الوغز بالإبر أو اللي معروف بالإبر الصينية. طبعا التقنية دي يمكن انتشرت بشكل كبير جدا 2020 في العالم العربي، وبقى أي حد بيعاني من ألم في الرقبة ولا في الظهر ولا التيبس بيلجأ على طول ليها، يعني أي حاجة بتحصل في الجهاز العضلي الهيكلي. طبعاً يعني الوخز بالإبر تحت الجلد بلش بالصين قبل 2000 عام تقريباً، ويقال إنه الصينيين اعتمدوا إيماناً منهم إنه خطوط الطاقة منتشرة بكل الجسم، ولهالسبب كتار بيعملوا مش بس لتخفيف الألم إنما لتحسين حالتهم النفسية بحال كانوا بيعانوا من قلق أو اكتئاب. خلينا نتعرف أكثر على هيدا الموضوع ونتعمق فيه مع الدكتورة ابتسام قطقات. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بيكي. أهلا بيك يا دكتور، منورانا. الله يخليك يا رب، أهلا بيكم. يعني إحنا محتاجين نعرف بس أهمية الإبر الصينية والفوائد. أوكي، أولاً مفيش حاجة اسمها إبر صيني، الموضوع عبارة عن طب صيني. أوكي. كويس كده؟ ماشي. الإبر الصيني دي وسيلة من وسائل استخدام الطب الصيني. إذن الطب الصيني ده عبارة عن طب، هو طب زي له قواعد، زي الطب الأيروفيديك الهندي، زي الطب يعني زي كل أنواع الطب. مش عايزين نقول علشان دلوقتي ما فيش وقت، إنه هو حتى مماثل للطب البشري التقليدي لأنه له قواعد أساسية. أوكي؟ إذن دراسته مش عبارة عن خطوط طاقة ونقطتين، لا، ده دراسة عميقة جدا لازم نفهم فيها كل الفيسيولوجي بتاع جسم الإنسان وأسباب الأمراض وكل شيء. الإبر الصيني بتستخدم كنوع من أنواع توصيل الفكرة بتاعت الطب الصيني لجسم الإنسان. إذن طب فوائدها على الجسم والجلد والجلد أو الوجه يعني تحديدا، ليها أكتر من فايدة، بس هي مش بس الطب، مش بس الإبرة. إحنا بنستعمل الإبرة، بنستعمل المساج، بنستعمل الحاجة اسمها المقصة، بنستعمل حاجة الانرجي، لأن الشغل ده أغلبه شغل طاقة. تأثيرها إيه؟ التأثير الأساسي، الفكرة الأساسية في الطب الصيني هي التوازن. يعني إيه التوازن؟ جسم الإنسان مكون من جزئين، حاجة اسمها الين واليانغ، زي الشمس والقمر، البرودة والحرارة. كل ما نوازن ما بين الاثنين دول بنحقق توازن جوه جسم الإنسان، فنقلل الالتهابات ونزود الطاقة بتاعت الجسم. الإبرة الصيني بتتحط في مواضع معينة على حسب الدياجنوز بتاعك. انت بتيجي تقولي انا عندي صداع، في واحد تاني بيجي يقولي رقبتي بتوجعني، واحد بيقولي رجلي بتوجعني، ايدي بتوجعني. اذا كل واحد له منطقة. دي مش معناها ان احنا في نوعين من الإبر، في إبر بتتحط موضعية، والإبر الموضعية دي بتخلق مادة اسمها الإندورفين، اللي هو المورفين الطبيعي في الجسم على أساس تقلل الألم في المنطقة دي. بس في نفس الوقت في إبر بتتحط عشان في نفس الوقت تخلق التوازن وتلغي بنسميها أوبستاكل بالإنجليزي، لأن قنوات الطاقة دي ممكن تتسد. طيب دكتورة، بس بدي أسألك، يعني نحن هلأ عم نحكي بالتحديد عن الأكيوبونكتشر، شو الأثار الجانبية المحتملة لهذا النوع من الثيرابي مثل ما بنقول؟ ما فيهاش أي نوع من الأثار الجانبية إلا لو اللي بيمارسها ما يعرفش يمارسها. الإبر الصيني سيف تماماً، وهي ميزتها إن هي مش محتاجة أكتر من العلم والمعلومات والدياجنوس السليم عشان تتحط في الجسم بالطريقة السليمة. ملهاش أثار جانبية، كلها بتعمل فوائد، يا إما تعمل الفايدة يا إما ما تعملهاش. لو واحد جاهل ومش فاهم ايه الطب الصيني وحط ابره جوه الجسم، الجسم ما تعملش نتيجه. في ناس تقول لك انا جربت
ما عملتليش ولا حاجه، انا اسفه اذا انت ما رحتش لدكتور. طيب دكتور، دكتور ما هو في ناس بسبب الابر او العلاج بالابر بيحصل لهم حالات من الدوخه او الاغماء. اوكي، لا الابر ما بتعملش دوخه ولا اغماء، اللي بيعمل دوخه او اغماء هو الانسان اللي حط الابر في المواضع من غير ما يعمل صوره كامله لحاله المريض. ممكن الانسان ده جاله في لحظه يكون عنده البلاد بريشر بتاعه واطي، ولو حط ابره في موضع غلط يسبب انه يقلل البلاد بريشر زياده. ده اللي ممكن ينتج عنه عدم التوازن او الدوخه. إذا الإنسان ما كانش معد سايكولوجياً للتوازن ده، عشان كده بداية العلاج لازم تكون بداية بسيطة عاملة زي القطن زي الحجامة. في ناس بتتأذي منها أذية جامدة، لأن برضو الممارس مش عارف جايز يروح يقطعه في جسم الناس ويخرجوا دم بكمية كبيرة ينزلوا ضغط الدم ويأذوا الإنسان. إذا كل الطب المكمل ده أنا بحب أوقات أسميه مكمل أكتر من البديل، لأنه ينفع كل أنواع الناس، ينفع إنسان مريض حتى لو عنده كانسر عشان يخفف من ألامه، صح؟ ويخفف من تأثير حتى الكيموثيرابي في الجسم. أي إنسان حتى لو بياخد ألوبيسي ميديسن، يعني بياخد أدوية بلاد بريشر، ما بيتعرضش، ما بيتعرضوش مع بعض، لا 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 بيساعدوا بعض، لان ده ما فيهوش مواد بتخش جوه جسم. دي كلها حاجات بتساعد الجسم على انه يحقق توازن، يقلل العصبيه. طيب يقلل دكتوره الجسم. يعني هل هيدا نوع من العلاج يعني عم نحكي فيه خلال شهر رمضان؟ اكيد في ناس عم تسال انه هل بيكسر الصيام؟ لا طبعا، لا طبعا، حضرتك فاهمة ان الصيام ده معناه ان انتي تدخلي حاجة جوه الجسم، صح؟ يعني لو كلتي، لو شربتي، لو حتى الادوية او النقط في الانف، ليه هم خايفين من كل المسائل دي؟ عشان بتخش جوه الجسم. انما الابر الصيني دي حاجة ملاش علاقة اطلاقا، انتي بتحطي الابرة بتخلق توازن، بتخلق بتزود الدورة الدموية في جسمك، بتساعد على الأكسجينيشن بتاع الجسم والطاقة، وتقلل الصداع. يعني هي ممتازة في وقت الصيام للناس التي لا تطيق الصيام، على أساس بيجيلها صداع ويجيلها هبوط، لأنها بتزود الدورة الدموية. أكيد. طيب دكتور، أنا عندي سؤال من جزئين. هل الإبر تخلو من المواد تماما؟ يعني الإبر ما بيكونش أصلا فيها أي مادة تدخل الجسم؟ والجزء الثاني، الإبرة المفروض تبقى في جسم الشخص فترة قد إيه؟ شوف بقى، الإبرة ما بتحتويش على أي شيء إطلاقا. الإبرة إبرة، أنواع الإبر مختلفة. أفضل الأنواع، إحنا طبعا في أمريكا كنا نستعمل أنواع راقية جدا، بس أخيرا في دبي دلوقتي بنقدر نتحصل على أنواع ممتازة من الإبر. الإبر درجات، الإبرة لازم تكون disposable، خلي بالك، يعني تستعمل مرة واحدة وبعد كده discarded، يعني نتخلص منها. الإبر مقاسات، في مقاسات صغيرة جدا جدا، لأن احنا ممكن نحط إبرة حوالين العين وفي الجفن، وفي إبر أطول. والمفروض أطول تفضل في الجسم فترة قد إيه يا دكتور؟ عشان وقتنا معلش، الوقت اللي ورا. وجودها جوه الجسم يتراوح من 15 دقيقة لنص ساعة. اوكي طيب، يعني شكرا كثير لك دكتوره ابتسام، اطلعتينا على موضوع كثير انترستينج. صح، لازم نجربه. ان شاء الله يا رب الناس تفهموا صح ويحاولوا يجربوه، لانه بيساعد. حضرتك ما سالتنيش اهم سؤال، بيساعد في ايه؟ بما ان الابره لا تحتوي على مواد وبتحقق توازن، اذا بيساعد في كل انواع الالم، صح؟ حتى الام الدوره الشهريه والمونوبوز والصداع والام الضغط. شكرا لكم. شكرا لكم اللي حضرتك، ولينا اكيد كلام تاني. شكرا دكتور ابتسام. ان شاء الله. شكرا لحضرتك.